قوارب الباذنجان أو شخطير الباذنجان بحشوة اللحمة مع الكريمة وعلى وجه جبنة، ووصفة كتير طيبة وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، والأهم من هيك إنها كيتو فريندلي، يعني بتنفع للناس المتبعين حمية كيتو. تعالوا نحضرها سوا اليوم. رح نبلش أول شي بصينية للفرن حاطين بقلبها ورقة الزبدة. رح ناخد حبات الباذنجان اللي مغسلينهم كتير منيح وقصينهم بالنص مثل ما عم تشوفوا قدامكم. رح نرجع نشرحهم بالطول وبالعرض، ورح نرجع نحط على وجههم خلطة أنا محضرة واللي هي عبارة عن شوية زيت زيتون مع ثوم وشوية ملح. بندهن وجه الباذنجانات بهيدي الخلطة، ورح نرجع نقلبهم على قفاهم حتى نشويهم بالفرن هن ووجههم لتحت حتى ما يحترقوا. وبنرجع كمان السكن من فوق أو ظهره من فوق ندهنه بهيدي الخلطة بالزيت، وبنرجع كمان بنشق لهم ظهرهم من فوق حتى يستووا معنا بسرعة ويستووا معنا بطريقة صحيحة. ونرجع منفوتهم على فرن حامي من تحت بس على درجة حرارة موجودة عنا، بياخدوا تقريبا شي نص ساعة بيكونوا مستويين. بهذا الوقت على الغاز بقلب مقلاية فيها شوية زيت زيتون، رح نقلي حبتين أو ثلاثة من الثوم، نرجع نضيف عليهم شوي من اللحمة. هلا أنا لأنه عم بعمل كمية صغيرة على قد يعني تقريبا حبتين باذنجان، استخدمت ربع كيلو من اللحمة. أكيد إذا بدكم تعملوا أكثر بدكم كمية أكبر. طبعا بدنا نملح ونبهر بشوية ملح وشوية فلفل أسود، وإذا بدكم فيكم نضيفوا شوية قرفة. ومن بعدها رح نرجع نضيف عليهم شي نص كوب من البندورة المهروسة، تقريبا شي حبة بندورة كبيرة مهروسة، أو فيكم تحطوا معجون الطماطم أو صلصة البندورة إذا ما عندكم بندورة مهروسة. وبس نشوف البندورة عنا بلشت تهتري واللحمة أكيد استوت، رح نضيف عليهم الكريمة، كباية من الكريمة واللي هي الهيفي ويبينج كريم أو الهيفي كريم. وهلا في ناس رح يبلشوا يقولوا لي الكريمه ما بتنفع للكيتو، لان بلا الكريمه بتنفع للكيتو اذا جبتوها ما بقلبها سكر ما بيكون فليفرد يعني، بس اذا رح تجيبوها فليفرد كريم اللي هي خاصه بس بالحلويات اكيد ما بتنفع للكيتو، لانه حتى ما بتنفع للطبخه كلها من الاساس. ومن بعدين رجعت ضفت لهم معلقه كبيره من دبس الفليفله، عطاها طعمه وعطاها تاتش كتير طيبه. فعلا هذا المكون وين ما بضيفوه عنده فعاليه غير شكل. ورح اتركهم شي 10 دقائق يغلوا سوا حتى يتسبكوا ويتعقدوا. وهول الباذنجانات تاعولنا مرق عليهم تقريبا شي نص ساعة بالفرن، بهذا الوقت نحن كنا حضرنا الحشوة تاعيتنا، استووا صار شكلهم ما أحلاهم، رح نطلعهم من الفرن شوفوا ما أحلى شكلهم، ورح نرجع نقلبهم على ظهرهم شوفوا كيف مش ملزقين لأنه حطينا تحتهم ورقة زبدة ولأنه كان فيهم على وجههم أكيد شوية زيت. وبنرجع بالمعلقة أو بالشوكة بدنا نعمل جورة بقلبهم، واللب تبعهم بدنا هيك نفوته لجوا حتى من بعدها نرجع نحط الحشوة تاعيتنا بقلبهم. بنرجع بنوزع الحشوة تاعت اللحمة والكريمة بالنص بقلب كل حبة من الباذنجان، وبنرجع بنزين لهم وجههم بشوي من الجبنة، ورح نفوتهم هالمرة على الفرن بس حتى تذوب الجبنة، بنشغل الفرن من فوق بس حتى تذوب الجبنة وياخذوا هذا اللون الذهبي الحلو. وبنرجع بنطلعهم من الفرن وبتصير هيدي الأكلة جاهزة حتى نقدمها. فعلا مزيج من الطعمات ومن النكهات اللي كتير طيب وغير شكل، والأشخاص اللي عاملين كيتو أو مش عاملين كيتو فيهم يستمتعوا فيها. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها وتبعتولي الصور، وصحتين وألف عافية على قلبكم جميعاً.